سبب المرض ده عشان الناس برضه مش متخيله الطفل الصغير بيغسل بيغسل كمين اطفال ملهاش نهايه كتير جدا. بس اغلب مرضى الكرونيك رينال فيلير بصراحه بيبقوا كونجنت. يعني لو جيت احط لك العيال دي كليست اسباب هتلاقي اغلبهم كونجنت كوفيد. اشهر كونجنت كوفيد اللي هي الديسبلاستيك كيدني. يعني ايه ديسبلاستيك كيدني؟ يعني رينال ابليزيا، هايبوبليزيا، ديسبليزيا، كيدني صغيره مشوهه اتروفيك مش موجوده خالص. في ناس بتتولد بحاجه اسمها سوليتري كيدني، عندهم مثلا يونيلاترال ابليزي والكيدني الثانيه صغيره هايبو بلاستيك او ديس بلاستيك مشوهه. خلاص كل دي مشاكل كونجنت. وفي ناس بتتولد بكيدني عامله زي عش النحل كده بيسموها بوليسيستيك كيدني ديزيز اللي هو البي سي كي، وده طبعا مرض وراثي. في منه اوتوزومال ريسيسيف وفي منه اوتوزومال دومينانت. في ناس ثانيه عندهم حاجات اكواير زي كرونيك بايلو نيفرايتس او نيجلكتد يو تي اي، طفل بيجي له يو تي اي وما بيتعالجش وكل شويه ترجع بسبب ان عنده ريسك فاكتور زي ما هنقول حالا دلوقتي. وبالذات لو كرونيك بايلو نيفرايتس. طبعا بايلو نيفرايتس يعني كدني مش بلد وكرونيك بقى لها فتره كبيره. يدخل برده معاهم الجلوميريولار ليجن اللي هو الجلوميريولو نيفرايتس. يعني ايه جلوميريولو نيفرايتس؟ يعني تقول لي سيستميك لوبس ارثيماتوزس. حد عنده فوكال سيجمنتال او ميزانجيال بروليفريشن لفتره كبيره ده جلوميريولار ديزيز. والرينال ستونز يا جماعه، بس الستونز الميتابوليك، يعني لازم الولد اللي بيعاني من وجود اوبستراكشن بالستونز يبقى ميتابوليك رينال ديزيز. طبعا زي الاوكسالوزيس دي حاجه اوستينوزيس، في امراض كتير جدا جدا ميتابوليك بتبوظ الكدني. فانا عندي ميتابوليك ديزيز، عندي جلوميريولار ديزيز، عندي يو تي اي نيجلكتد زي البايلو، عندي رينال ديسبليزيا وابليزيا وهايبوبليزيا، وعندي طبعا البوليسيستيك كدني ديزيز. كل دي اسباب بتدخل الطفل في كرونيك رينال فيلير اللي هو سب كونجنتال او اكواير. النتيجه بتاعتها في الاخر ان الكدني ما عادتش قادره تقوم بوظيفتها. مبدئيا كده وظائف الكلى لسه طويله هنقولها حالا دلوقتي، بس قبل ما ادخل في الليسته دي يهمني تاني اكد عليك ان الجي اف ار بتاع العيان ده بيقل، ورغم كونه بيقل الاعراض ما بتظهرش غير اما نص وظائف الكدني او اكتر تكون راحت. ودي مكتوبه في الكلينيكال بيكشر او في السيمبتوم. ده معنى ايه؟ الرسالة دي بتقول لك ايه؟ ان انت لازم تكون دكتور لماح شوية. يعني ايه لماح شوية؟ يعني الطفل اللي عنده اعراض من اللي هقول لك عليها دلوقتي دي ظهرت بدري، حاول تاخد بالك تعمل له وظائف كلى. دي الرسالة اللي انا عاوز اقولها لك. رغم ان هي ممكن ما تكونش لها علاقة بالكلى خالص، يعني اعراض شكلها غريب شوية. هنقول بعض الامثلة للكلام ده واقول لك ايه فكرتها. اغلب مرضى الكورونيك رينال فيلير اسيمتوماتيك، ما عندهمش اعراض. بعض العيال منهم تلاقي بس جاي لك بشويه انوركسيا، هو مش عارف ياكل بلس فوميتنج عمال يرجع، ومش فوميتنج اكيوت ده فوميتنج كرونيك انكسبليند. طبعا مرضى الرينال بيرجعوا ليه؟ عشان التوكسنز، عندهم توكسيك اريتيشن عنيف جدا جدا للجي اي تي، ودي من اشهر الحتت اللي بتخليك واكتر الناس بتوع الكدني بيجوا بفوميتنج. ودي علامه غريبه جدا لما تلاقي حد عنده فوميتنج مش معروف سببه مره واثنين وثلاثه واربعه وعملت كل حاجه ممكن يطلع لنا بنسبه كبيره جدا. ودي حصلت معايا اول ما اشتغلت كتير في ناس كبيره على فكره. فالفوميتنج انكسبلين ده توكسيس. مع وجود الفوميتنج ده تلاقي العيان بدا يجي له انكسبلين ده هايبر تنشن، ودي علامه برده لازم تاخد بالك منها. قلنا اي ضغط عالي يا رينال يا ادرينال، افتكر الكلمه دي، اي ضغط عالي يا رينال يا ادرينال، يا دي يا دي كرونيك انكسبلين ده هايبر تنشن. واحد تاني جاي لك بيشتكي من حاجه غريبه جدا، عنده انيميا جاي بريزنتد باي بالور، برضه عليه علامه استفهام. عنده مثلا بليدنج ومش معروف سببه، برضه عليه علامه استفهام. ايه قصه البليدنج ده وليه بينزل؟ عمال اعمل له في بي تي وبي سي وصفاء كل حاجه عنده نقص، طب هو ليه بينزل؟ هنفهم كل ده دلوقتي. واحد تاني مثلا جاي بيشتكي من ريكتس وسنه كبير. خد بالك احنا مش بنتكلم على ريكتس في ست شهور تقول لي ماشي ده ما بيتعرضش للشمس وما بياكلش صفار بيض وكده، لا لا خالص، ده ريكتس بعد سن كبير بعد اربع سنين او ست سنين، وده برضه لازم نعرف له سبب ايه القصه بالظبط. خلاص دي بعض الامثله. عندك حاجات كتيره جدا جدا الكورونيك رينال اللي عملنا نرص دلوقتي كتاب قد كده. بس السؤال بس هو انت ليه بتفكر في الحاجات دي؟ مبدئيا هي ايه وظيفه الكدني؟ غير انها تعمل اكسكريشن وحفظ حاجات كتيره قوي للووتر زي ما قلنا المره اللي فاتت، وللتوكسنز ودي اهم كلمه طبعا فيها الامونيا ناخد بالنا، وايه تاني معانا كانت بتعمل اكسكريشن اسيدز
والكترولايتس. دول كلهم وظائف. وبتصنع طبعا زي ما انتم عارفين اثنين هرمونز مهمين جدا جدا، الفيتامين دي باول هرمون والاريثرو بويتي. جمع كده في دماغك لما اقول لك واحد عنده مثلا مريض كرونيك اكيوت ولا كرونيك، تقول لي بوليوريا ولا اوليجوريا. مريض الكرونيك رينال فيلير الميه بتخرج من الكدني بكميات كبيره جدا جدا، عندهم ماركت بوليوريا. طبعا هي عشان اكون صريح معاك هي اثنين فيزز، الكرونيك رينال بتعدي الفيز اسمه اوليجوريك فيز، وبعدين بتفتح خالص بعد كده اللي عاوز يعدي يعدي اسمه بوليوريك فيز. بس هو الاشهر عنها انها بوليوريك فيز، ففي بوليوريا رهيبه جدا جدا. ماشي. رقم اثنين، التوكسنز لو قعدت في الجسم هتعمل لك ايه في الجي اي تي؟ هتعمل لك توكسيك اريتيشن، وفي المخ حاجه اسمها توكسيك انكفالوباث. يعني العيان ده بيجي له انكفالوباث في على المخ وكوما كونفالجنز، وبيجي له على الجي اي تي فوميتنج انكسبلين. طيب تعمل ايه في الصفائح؟ هي دي القصه، الفوميتنج كان سببه توكسنز، برضه البليدنج سببه توكسنز. بس التوكسنز هنا المره دي منع الصفائح انها ايه؟ تلزق في بعض. ودي قلناها المره اللي فاتت على استحياء كده، ان عيان الصفائح اللي مش قليله ده هي بس تعبانه اسمها ثرومبوبينيا، اللي هي مش عارفه تشتغل ضعيفه. يعني انا عدها ليها ايه؟ كويس. وده اللي بيجننك، انت بتحلل صفائح ونزيف وسيوله زي كويس. طب ايه مشكلته؟ ده عنده خلل في البليدت فانكشن، عشان كده ده واحد من الانديكيشن اوف دياليسيس، ده لازم يتغسل. اي مريض كلى بدا ينزف لازم يتغسل، ده ما فيهاش فصال. مش هتقوليش ياخد مش عارف ايه ويعمل ايه. عنده هايبر تنشن ليه؟ عشان الرينين، لان اي رينال ديزيز بتسكريت رينين، والرينين بيطلع حاجه اسمها انجيوتنسن، وده عباره عن بوتنت فاز وايه؟ كونستريكت. الرينين انجيوتنسن الدوستيرون اكسس، بيبدا بعد كده ينشط الالدوستيرون فبيعمل لك سولت اكيميليشن، وبالتالي العيان دوت بيبقى عنده هايبر تنشن. الانيميا طبعا ليه؟ عشان عنده اريثروبويتين ديفيشنسي، دي لازم برضو تبقى واخد بالك منها. احنا اتكلمنا على البليدنج دي تخص الصفائح، واتكلمنا على الار بي سيز اللي هي الانيميا، واتكلمنا على الضغط العالي والترجيع طبعا بتاع التوكسنز. وممكن يجي له اصلا باكيوت رينال فيلير اون توب اوف كرونيك، يعني دي الغريبه شويه. يجي لك العيان ده اول برزنتيشن باوليجوريا، فانت تفتكر انه حاله ايه؟ اكيوت رينال. تبدا تفحص تبص على الكدني تلاقي اتروفيك قد كده. ايه الفرق بين الاكيوت رينال والكرونيك رينال بالسونار في بصه واحده عشان برضه تبقى متعلم؟ الاكيوت رينال بالسونار حجمها بيبقى كبير شويه، الكرونيك رينال حجمها ايه؟ اتروفيك. خد بالك كل ما الكدني بتقدم في المرض بتبقى فيها فايبروزس، فبتتحول لحاجه اسمها اتروفيك كدني، ودي بتفقد الكدني خاصيه الكورتكس والمدلة ديفرنشيشن. يعني انا لما بصت فيها كده ما عدتش الاقيها عباره عن كورتكس ومدلة، بنقول بيحصل حاجه اسمها لوست كورتيكو ميدلري ديفرنشيشن، ما عادش ليها ملامح، بقت كلها حته واحده سمول كدني. وده بتسالوك سؤال عجيب قوي، يقول لك هو انت تاخد رينال بايوبسي من حد عنده كرونيك رينال فيلير؟ ايه رايك في الرد ده؟ رينال بايوبسي من حد عنده كرونيك، هي البايوبسي في عينيتها هتقول لك ايه؟ الهيكل بتاع المكان عامل ازاي؟ خد بالك عيان الكرونيك ما عندوش هيكل، الكدني كلها شبه بعض. فهنكتب في البايوبسي بعد شويه انها مش مفضل ان انا اخدها، لان اصلا كلها بتطلع الثيم باثولوجي، هم كلهم في الاخر اتروفيك فايبروتيك كدني. فانا استفيد ايه من البايوبسي؟ ماشي اتروفيك فايبروتيك ديو تو ايه بقى؟ مش هتعرف تفرق بيه. فالليت ستيج على العينين دول بتبقى سيئه جدا. طب اسالك بيجي له ريكتس ليه؟ صح، الفيتامين دي اكتيفيشن بيتم في الكدني. كمان حاجه اهم من الفيتامين دي، ان الكرونيك رينال فيلير الفوسفورس والكالسيوم بيحصل لهم ريفرسال، الفوسفورس بيبقى ريتين فوق، والكالسيوم اللي انا ككدني مطلوب مني اعمل له ري ابزوربشن انا ما بشتغلش، فما بعملش ري ابزوربشن للكالسيوم، اذا مش هيحصل اكسكريشن للفوسفورس. فتلاقي عيان الكدني معروف عنده زياده في البي او 4 وعنده نقص في الكالسيوم، دول الحاجتين اللي بيدمروا لك العظم. ودي بنسميها رينال اوستيو ديستروفي. اوستيو ديستروفي يعني رينال بوظت العظم. طبعا انا مش هقول لك ان انا سايب لك المفاجاه في الاخر، طبعا لازم تاخد بالك من المفاجاه اللي هقولها لك دي. مرضى الكرونيك رينال فيلير بيجوا لنا اساسا عشان عندهم بروس فيلير، وعشانهم اندر ويت، وعشان عندهم ديليد بون ايج، وعشان عندهم ديليد بيوبرتي. ده لو راحوا ناحيه البيوبرتي، يبقى هو البون ايدج بتاعه متاخر، ولو دخل في سن البيوبرتي كان سنه 11 12 سنه والمرض عنده وناوي يدخل في بيوبرتي مش هيدخل طبعا.
لان انت عندك كميه كبيره جدا جدا من التوكسينز استحاله ان هو يعمل بيها حاجه. عنده العظم من عمر العظم بتاعه متاخر، هو نفسه قصير. فدي نقطه مهمه جدا. ياما عيال جم المستشفى يكشفوا واهلهم اصلا ما بيروحوش مستشفيات خالص، هو جاي ابنه وصل 12 13 سنه وقصير قد كده وما بلغش خالص بابا او بنت. فانت بتستعجل، انت سايبه لحد دلوقتي ليه؟ يقول لك ما هو ما بيشتكيش من حاجه ثانيه. الكرونيك رينال في بعض العيال بتاخدهم وتسرح، يقول لك بتستنى الكدني على نفسها من 60 لكام؟ يعني انت رايح بكدني استحملت لحد ما 80% مش سليمه، 80% لوست، ودي تحت الف خط لوست يعني مش موجوده، يعني احنا تقريبا شبه رايحين في المراحل النهائيه خالص. عشان كده العيان ده بيقعد فتره كبيره محمل على الكدني دي. فانا بستنى الاقي الولد ساعتها جاي لك قصير خالص، الوزن بتاعه ضايع خالص، تعمل له اكس راي تلاقي العظم متاخر تماما، عنده ايه؟ اسيمتوماتيك انوركسيا، هايبر تنشن، انيميا، ممكن شويه هيماتوريا مش معروف سببها ايه، ولو في حتى هيماتوريا في مرضى الكرونيك رينال دي بتبقى مع الكونجنتال ديزيز اللي هي الامراض زي كده، لان بيبقى فيها فاسكولار مال فورميشن. دي نقطه مهمه، يعني هتلاقي الحاجات دي كلها اللي هي البوليسيستيك والحاجات دي بيبقى معاهم اسوشيتد فاسكولار انوماليز في الكدني، فوارد انها تنزل. اي حد هيسالك هو لما حد يرجع ويجي له انيميا ده رينال؟ يعني انت لو جاي الطفل بيرجع او عنده انيميا تفكر في حاجه رينال؟ استحاله تفكر في حاجه رينال. خلينا صراحه مع بعض، كرونيك انكسبليند انيميا، كرونيك انكسبليند هايبر تنشن، كرونيك انوركسيا وفوميتنج، هو انا مالي ومالي الكدني في الحته دي؟ دي معلومه بقى حطها في دماغك من هنا وانت ماشي. اي طفل صغير او كبير، حد كبير هيقابلك عنده انيميا بيلفوا بيها مش عارفين سببها، وخصوصا لو نورموسيتك نورمو كرونيك. على فكره النورموسيتك انيميا مرعبه عن المايكروسيتك 100 مره. يعني انا ما اخافش من المايكروسيتك انيميا خالص. بس هترعب من مين؟ من النورموسيتك. النورموسيتك انيميا لو هي بسبب نزيف ده واضح نزيف بينزل من اي حته تحت فوق هو نزيف. انما بديل النزيف هو مين؟ هو غالبا احنا كدكاتره 99% رايحين ناحيه الكدني. وليه الكدني هتعمل؟ ما تضيعش وقتك معاه. قول له الهرمون اللي بيصنع الار بي سي 85% منه بيطلع من الكدني اللي هو اسمه اريثرو ايه؟ بروتين. عشان كده مرضى الانيميا بتوع الرينال ما بيستجيبوش للبلاد ترانسفيجن بس، لازم تدي ريبليسمنت، تدي الهرمون اللي اسمه اريثرو بروتين لان انت فاقده. الولد ده ليه بيرجع؟ ترد تقول له عنده توكسنز، ده بيعمل جي اي تي اريتيشن، التوكسن نفسه ممكن يدخله في غيبوبه، يعمل انكفالوباثي. غير ده وده تبقى عارف النزيف وايه اللي بقى بتعامل بيه فيه، نزيف الكلى لازم غسيل، لازم دايالسيس، وانس في بليدنج اقول له ليه؟ لان دي توكسنز وعامله انهبيشن للبليتلت انها تاجريجيت، وبالتالي انا مش هقدر اوقف النزيف الا ما اشيل التوكسنز، تبدا الصفائح تلزق، انما العيان ده تعد له الصفائح تطلع نورمال، وده اللي بيجننك ان صفائحه كويسه، كواجيليشن فاكتور كويس، وستيل بينزف، وهيفضل ينزف طول ما هو عنده توكسنز. خلاص؟ لان احنا قلنا انا كان وظيفتي اشيل دول. الكدني لو شغاله كويس بتخرج ميه، بتخرج توكسن، بتخرج اسيد، بتخرج الكترولايت، قيس عليها بقى. اي حد هيلعبك في الجزء ده ممكن ووتر ريتنشن، ممكن توكسنز، ممكن يبقى عنده اسيدوزز، ممكن يبقى عنده الكترولايت ديستربنس. بالنسبه للكالسيوم فوسفورس هوميوستيزيس دي مهمه جدا. الكدني وايه الرول بتاعها في العظم؟ اقول له والله يا فندم هو المشكله انها ما بتعرفش تعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، وتش مين ان الفوسفورس في الدم هيبقى عالي، لان انا كل ما كنت بسحب كالسيوم كنت برمي فوسفورس. فمرضى الكدني عندهم زياده في الفوسفورس، وده معناه ايه؟ معناه ان انت هتقل الكالسيوم اوتوماتيك، لان احنا خدنا ان الكالسيوم في الفوسفورس يساوي ايه؟ يساوي كونستانت، يعني انا زودت واحد لازم اقلل الثاني لان عدد كراسي محدود. خلاص؟ فده عنده بون ديزيز. اسمه ايه البون ديزيز بتاع الكلى؟ قلنا اسمه قبل كده رينال اوستيو ديستروفي، اللي هو عباره عن رينال دامج عمل بون دامج. دي الكلينيكال برزنتيشن، وحطينا رول انها عاوزه هاي اندكس اوف كلينيكال سسبشن. ده جاي لكم قبل كده، كان في سؤال زمان بينزل من كام سنه اسمه اكسبلين، كانت امتحان الاطفال اول حد ابتدعه كان هنا وانتشر بعد كده في الجامعات. اكسبلين وجيب ريزن ليه مرضى الكرونيك رينال فيلير تشخيصهم بيحتاج هاي اندكس اوف كلينيكال سسبشن. ليه عاوز دكتور بيشك في صوابعه؟ لان الاعراض كلها نايس بالزفت. هو انا الاقي حاجه؟ هو انت ما تجيب لي انيميا ولا بالور ولا بليدنج ولا ولد عنده 7-8 سنين وراكيتك؟ انا مالي انا ككدني ايه علاقتي بالموضوع؟ اعراض كلها مش رينال. انا مش بقول لك مثلا عرض زي بول يوريا وبول ديبسي تقول لي اه ده يمشي معايا، وبالتالي اقول لك سكندري نوكتورنال انيوريس تقول لي انت راجل 100 100. ما هو مريض الكلى اللي بيجيب يورين كتير هيشرب ميه كتير صح؟ ولو هو طفل وبيجيب ميه كتير بالليل هيعمل ايه على نفسه؟
هيعمل حمام على نفسه لا انيوريسس، فيجي له سكندري انيوريسس تبول لا ارادي بسبب البوليوريا، دي مفهومه. انما ايه انيميا وايه بالور وايه بليدنج وايه ريكتس وايه انوركسيا وايه فوميتنج وايه طفل عنده جروس فيلير، طب ما انت خدت الفيلير تو سرايف ليه 900 سبب؟ مفيش حاجه ناقص بالصفر، الديليت بون ايج دي كذا سبب. فناخد بالنا من الحاجات دي، اعراض كلها ناقص بالصفر. نحط الستيجز على السكيل ده وخد بالك منه عشان الام اس كيو. الستيجز بتاعت الكرونيك كيدني ديزيز هي مش زي مكتوبه عندكم كده، هي بصراحه انا ما اعرفش هم جايبين دي منين، دي عره قوي. هي مش بتتكتب كده في الكتب الكبيره خالص، ما لقيتلهاش مصدر. بس انا ملتزم باللي هم حاطينه. هم خمسه ستيجز حسب الجي اف ار اللي احنا جبناه من شويه على الفورمولا اللي هي اسمها شوارتز فورمولا. لو لقيت الجي اف ار لسه اكتر من 90 ده اسمها ستيج 1. ستيج 1 كرونيك كيدني ديزيز، ودي ما فيهاش اعراض خالص، واصلا الجي اف ار ده يعتبر كويس. هم حطوها كستيج ليه؟ لان في بدايه في الرينال بروجريشن، الديزيز نفسه جوه الكيدني بدا يبروجريس، بس ما اثرش لسه على الجي اف ار وما عملش سيمتوم. لو نزل الجي اف ار من 90 دي وصل 60 ده بتاخد ستيج 2، ولو من 60 وصل 30 ستيج 3، ولو من 30 وصل 15 ستيج 4، ولو نزل عن 15 ده اسمها ستيج 5 15. انت بتحفظ الرقمين دول الاول 90 و15، ده واحد وده خمسه، وتقسم الارقام بينهم يعني 90 60 60 30 30 15 انصاص كده وانت نازل، بس الرقمين اللي فوق دول يبقوا ثابتين. الواد ال 90 ده بيروح بيته مفيش مشكله خالص خالص، وبيعمل فولو اب لو في حاجه اقدر امنعها زي دراجز او زي ديزيز بوقفها. خلاص ال 15 ده لازم يغسل. يعني ايه لازم يغسل؟ ده بيتحط على برنامج اسمه رينال ريبليسمنت ثيرابي. ويعني ايه كلمه رينال ريبليسمنت ثيرابي؟ هنقوله دلوقتي حالا. ده حاجتين، يا يغسل كرونيك اللي هو دياليسيز سواء بيريتونيال او هيمو، يا يروح يغير الكدني اللي هو رينال ترانسبلانتيشن. طبعا الرينال ترانسبلانتيشن بتتعمل في بروجيكت كتير جدا، عملوا اكتر من 150 حاله مثلا، عملوا حالات رهيبه من القصص دي للاطفال. خلاص ده لو هو ده، انما جه وجه وجه بيقول لك الجي اف ار، يعني دول بتحفظهم من الثلاثه ازاي؟ هتروح عامل سهم من تحت كده هو ناقص الجي اف ار، وتكتب جنبه مايلد مودريت وسيفير، بس كده. مايلد ديكريس في الجي اف ار، مودريت ديكريس في الجي اف ار، وسيفير ديكريس جي اف ار. طبعا هو مش في الكتب مكتوبه كده، هو مكتوب في سيمتوم ولا لا، في بايوكيميكال تشينج ولا لا، في بايوكيميكال تشينج وسيمتوم ولا لا، بس هم منزلينه في الكتاب عندكم كده، فانت ملزم بيه كده. فهو كده سهل ما فيهوش حاجه. يبقى واحد عنده الجي اف ار ماله؟ نورمال. الاخير ده ضايع خالص، ده ايدك والارض منه. الباقيين الجي اف ار قليل، بس قليل مايلد، قليل مودريت، قليل سيفير. طبعا انت كل ما الجي اف ار يقل انت معناها ان انت عندك مشكله في الفلتريشن. يعني ايه فلتريشن؟ مش ميه. محدش يقعد يقول لي ازاي عنده بوليوريا والجي اف ار مش ميه خالص. يا ريت جزء الميه ده يهمك، اللي يهمك الفلتريشن بتاع مين؟ بتاع البلاوي اللي قد كده، اللي هي التوكسنز، اللي هي الامونيا، اللي هي الكريات، اللي هي اليوريا. الحاجات دي ليه بنخاف منها؟ الصوديوم في كلمه واحده، حد عارف؟ عشان دول هم صح زي ما عاملين شاور كده، بس هو بطريقه دول المسؤولين عن حاجه اسمها اوزمولاريتي. هي الاوزمولاريتي في الدم اللي هو قدره السحب بتعتمد على مين؟ الاهم خالص الصوديوم. يليه على طول اليوريا والكرياتينين والسكر. السكر مهم جدا جدا كاوزمولاريتي زيه زي الملح. يعني سكر وملح ويوريا وكرياتينين وطبعا البروتينز. دي اللي لها علاقه بالاوزمولاريتي، اللعب في دول يساوي حركه ميه من بره لجوه او من جوه لبره. اتعلم الحته دي مهمه قوي. انا كده ككرونيك كيدني ديزيز عرفت الستيج، عرفت الكلينيكال بيكشر، واتفقت معاك ان ما بتظهرش اعراض غير لما 60 ل 80% تكون راحت من الكيدني. دي ليت ليت برزنتيشن، عيان بيجي لك بعد خراب ملط. انت بتيجي تدور في الوقت تحط السونار تلاقي كيدني زغنططه قد كده، ما عدا عيان واحد اللي بتلاقي عنده كيدني كبيره بتاع الفولي سيست، تلاقي الكلى ضخم قد كده ومليانه سيست، او لو حظك تلاقي عيان اوبستراكتيف يوروباثي. اللي هو ايه الاوبستراكتيف يوروباثي؟ كان في دول اللي هو واحد من بتوع الرينال ستونز، لان انتوا عارفين لما يحصل ستون هتعمل باك ايه؟ باك بريشر. الكيدني ساعتها بتبوظ ليه؟ لانها بتعمل زي المخ كده في الهيدروجافلس، كان بيكبر الميه والمخ ماله؟ يتضغط يبقى قشره صغيره كده، فالبولي سيست الكيدني كبيره بس ما فيهاش بارينكيما، كلها سيست من اليورين، عشان كده ما بتبقاش شغاله.
ده كل اللي انت شايفه. لو انا طلبت منك تفحص عيان زي ده، ايه الانفستيجيشنز اللي هتطلبها له؟ اول حاجه هتحط كلمه مثلا بلاد، عاوز تعمل له ايه في البلاد؟ بلاد بيرش وبلاد كيمستري وبلاد جاس. غششني كده، البلاد بيكشر فيه ايه؟ في انيميا نورموسيتك نورموكروميك. انا حذرتكم من دلوقتي، انتوا لسه في بدايه حياتكم اهو. اي نورموسيتك نورموكروميك انيميا ما تقولوش روح دي انيميا بسيطه. لان الدكاتره لحد النهارده مقتنعه ان المايكروسيتك انيميا دي مهمه، مهمه ليه؟ وانت عارف ان هي غالبها حديد. انا هروح ياخد شويه سانسوفيت او في الروز او اي حاجه من الحديد ويروح يقعد في بيته. انما النورموسيتك ده هتديله ايه؟ نورموسيتك من غير نزيف غالبا مصيبه. خلاص؟ فناخد بالنا من القصه دي. بلاد كيمستري قليل قوي يا دكتور، يعني الانيميا دي بتبقى اصلا الولد 6 7 في الرينج ده متوسط، بس عيان كرونيك ما بيشتكيش عشان كده، لان ما بننزل الدم جراديوال جسمنا بيعمل ادابتيشن، هتلاقيه ماشي وبيتحرك بيهتم. عنده انيميا انما مش ده بتاع الاكيوت. الاكيوت ده في يوم واحد بينزل من 15 ل 3 او 2، فده بيعمل هارت فيلر، لان انت ما ينفعش تشد الكرسي من تحت مره واحده اقع على الارض، انما تسحبه بالراحه اقدر استوعب معاك. مرضى الكدني بيتغدر بيه جسمه بالراحه 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 ما بياخدش باله. طيب بالنسبه للكيمستري ايه رايك؟ صوديوم بوتاسيوم كل دول ملخبطين تماما، فوسفورس كالسيوم، ومهم قوي الفوسفورس والكالسيوم احترسوا منهم. بلاد جاسز عنده ايه؟ عنده ميتابوليك اسيدوزز محترمه جدا جدا. مريض الكدني ده الكدني لما بتبوظ بيحصل خلل في البايكارب ري ابزوربشن. البايكارب ده اللي هو المفروض بيظبط لك البي اتش في ناحيه الالكلي ولا الاسيد؟ في ناحيه الالكلي. انا لو فقدت الكلي يحصل دوميننس لمين؟ ما هو مزاج. انت قللت الكلاين ماتيريال يروح زايد مين؟ الاسيدك ماتيريال. واغلب اصلا الحاجات دي اسيدك، التوكسنز والكلام ده كله ما هي اسيدك. خلاص؟ ده بالنسبه للبلاد بيكشر والبلاد جاسز. طب تعمل اكس راي على العظم ولا ما تعملش؟ تعمل سونار على الكدني ولا ما تعملش؟ تعمل بايوبسي ولا ما تعملش؟ جاوب على الكلام ده. تعمل يورين اناليسز ولا ما تعملش؟ طبعا هعمل يورين اناليسز. احنا اتكلمنا المحاضره اللي فاتت كل بيزكس النفرولوجي قلناها المره اللي فاتت، ان الكدني انا بقف هنا واخد عينه من قبلها وعينه من بعدها. خدت عينه بلاد قصادها عينه يورين، لان اللي ما نزلش من الدم هيكون قل فين؟ في اليورين. والعكس اللي خسرته في الدم هيكون راح فين؟ راح في اليورين. فده مبدا تمشي بيه. بنقيس حاجه اسمها سبيسيفيك جرافيتي، تركيز اليورين عامل ازاي؟ في طبعا اي حاجه موجوده ار بي سيز بروتين هايلاين اي كاست اي انفكشن بعرف اجيبها. بالنسبه للسونار هيفيدك في ايه؟ كله هتلاقي اتروف الكدني ما عدا الكدني الكبيره. هي مين الكبيره؟ هما اثنين، يا كونجنتال بوليسيستيك يا اكوايرد اوبستراكتيف يوروباثي. بالنسبه لحضرتك للاكس راي ده قد ايه هتفيدني كتير جدا. اكس راي هنا هتجيب لك الراكيتك ايه؟ مانيفستيشن بتاعت العظم. وحاجه كمان قولي له البون اتش. البون اتش في مرضى الكورونيك رينال بيبقى ماله؟ ديليت. والبيوبرتي في مرضى الكورونيك رينال برضه ديليت متاخر. دي كلها لسته انفستيجيشن ممكن تطلبها للعيان بتاعك ككرونيك رين. لان احنا بعد ما بنخلص الكلام الفارغ ده احنا بنحضر العيان مني عشان هنغسله. بس قبل ما بنغسله في مرحله طويله ممكن تستفيد منها من الكدني باعتبار ان انت ناوي تبيعها خلاص وتغدر بيها وتغيرها بعد فتره. وهي الكونزرفيتيف تريتمنت. طبعا خطوره مرضى الكورونيك رينال على نمو العيان، انت بتحاول على قد ما تقدر الايم بتاعك او الستبس بتاعتك تحافظ على النمو فتره. انا محتاج طفل النمو بتاعه يكون لحد كبير معقول اسمح ليه ان هو ينمو، ان هو يدخل في بيوبرتي، ان هو يقدر يعيش. طبعا عشان يعمل الكلام ده لازم تصلح له المانيفستيشن الرهيبه دي. بمعنى هو ازاي طفل هينمو وهو عنده انيميا زي كده؟ وهو طول اليوم بيبليد زي كده؟ وهو عظمه بايظ زي كده فاضي ما فيهوش كالسيوم ولا مينرال، هيطول ازاي؟ فاستحاله طفل هيكبر ويطول حتى بعيد عن الكدني انها باظت بالاعراض اللي انت شايفها دي. يعني انا لو سالتك ككونزرفاتيف ميجرز تحب تدي له مثلا ريكومنديشن ياكل حاجه معينه ولا عادي يزيد؟ مريض الكدني ما بياكلوش ايه؟ بروتين. هيوقفك على فكره، هي دي الكارثه. هو انت هنا هتقدر تمنع البروتين زي النفريتك سندروم؟ انت في النفريتك كنت بتمشي الحال تقول له لا، في النفروتك بتقول له ليه ده لا او ده مع ان الاثنين بياخدوا بروتين؟ عشان الكدني فانكشن في النفروتك كانت كويسه فبياكل اللي هو عاوزه، انما في ما تقولوش بس ده بيفقد بروتين، هيقول لك ما الثاني بيفقد بروتين، مش هتعرف ترد عشان وظائف الكدني. النفروتك نورمال كدني فانكشن يقدر ياخد بروتين، الثاني لا، لان الكدني فانكشن في النفريتك كانت امبيرت. طيب هنا تمنع عنه البروتين بجد ولا بتهزر؟ انت عارف معنى السؤال ايه؟ هو الطفل اصلا وزنه ايه؟ وديليت في كل حاجه. ده لو انا ما اكلتوش بروتين خالص ايه رايك في الجرافس؟
ايوه قول له هي دي الصعوبه. مرضى الكدني لازم يتعمل لهم نظام غذائي شامل بروتينز، رغم ان انا بكتب بروتين ريستريكشن وراح حاطط جنبه علامات استفهام. لان في ناس كتيره في الجايد لاينز الجديده بتقول لك ما تعملش بروتين ريستريكشن، ان اللي عندك غالبا غالبا بيبقى محطوط على برنامج ايه؟ دايالسيس. هو محطوط على برنامج دايالسيس، ان اغلبهم بتحط. انت عشان تيجي بنص الكدني طارت انت وصلت الجي اف ار ماله؟ هتلاقيك رحت في اخر الدنيا خالص. فكده كده العين هيخسر. يعني اقصد اقول لو هياخد بروتين وانت خايف هيكون عنده حل، وهو مين؟ هو الدايالسيس. فانت كده عملت بالانس عشان النمو. يعني لو حد اتكلم معاك في قصه البروتين قول له الصح ريستريكشن، لان ده امونيا والامونيا مصيرها للمخ، وطول ما الكدني ما بتعملش ايه؟ السكريش. طيب انا لو خايف من البروتين ببقى خايف عشان نمو العيال. فهي دي المعادله الصعبه، ان انا عاوز اعلى بالبروتين عشان النمو. فعشان كده ما تمنعش البروتين خالص، ادي البروتين بس الايه؟ بليمت. يعني دايما عينك على الجاسز والبلاد تشينجز اللي بتحصل. رقم اثنين، اديله جبنه ولبن وزبادي ولا ايه رايك؟ وايه دول؟ دول فوسفرس مش كالسيوم يا جماعه، الناس فاهمه غلط. الفوسفرس يساوي لبن وزبادي والجبن، دي مينلي فوسفورس. لبن ما فيهوش كالسيوم خالص، فيه شويه صغيرين قوي. فناخد بالنا من الحته دي، انت مش بتدي فوسفورس خالص للعيان، العيان ده عاوز حاجه بالعكس تمسك في مين؟ في الفوسفورس اللي بياكله، بيسموها فوسفيت بايندرز. خلاص؟ زي الكالسيوم مثلا كربونات، ده بتدوب في وسط الاكل، اقراص كده اسمها كالسيمات، وهو بياكل هي اسمها كالسيمات، بس بتمسك الفوسفيت. بيمسك الفوسفيت خالص يعمل له بايندنج. ليه؟ لانه بيدخل ما بيخرجش، وساعه ما يدخل ما يخرجش نسبته في الدم مالها بتاع. لو انت عندك كدني مش قادره تعمل ايه في الكالسيوم؟ تسحبه. يعني انت طول ما بتعلي الفوسفورس انت بتنزل مين في الجسم؟ الكالسيوم. دي عمليه غصبه عنك لان ده هوميوستيزيس. طبعا احنا شرحنا جزء كبير من ده المحاضره اللي فاتت بالتفصيل، الهوميوستيزيس بتاع الجسم ماشي ازاي. فانا هنا بفقد من العيان ده كميه كبيره من الكالسيوم، فعشان كده هنقلل الفوسفورس وهنقلل البروتين وزين ليميت. العيان بياكل ميه وملح طبعا، والكلام ده تبقى ايدك عليهم باستمرار وعينك عليهم باستمرار. جميل. السؤال اللي بعده، دراجز. ده دايت، التاني اسمه دراجز. انا كل ده بعمل كونزرفاتيف تريتمنت، فعيان هدفي منه ان انا ادور على نموه وعلى البيوبرتي بتاعته احسنه له. وبالمره ما تنساش دايما في مرضى الكورونك تبص على اخوات العيانين وقرايبه. وده سؤال مهم بتسأل، هو انت ليه عاوز اخواته وقرايبه بالمناخله؟ لان يا جماعه جزء كبير من الحاجات دي ميتابوليك. احنا ضربنا مثال مثلا بالحصوات اللي قلنا عليها من شويه، دي امراض كلها اوتوزومال ريسيسيف واوتوزومال دومينانت. يعني انا ممكن الاقيها في اخوه واخته وهم لسه ما اشتكوش، فقال هجيبهم بدري قبل ما يجولي بعد خراب الكلى. اللي بيفرق بدري من متاخر ايه؟ الكونزرفاتيف تريتمنت. لو انت بادئ بدري هتعيش معاك فتره كبيره جدا جدا من غير ما يحصل مصايب، انما دول على ما بييجوا بيكون خلاص بدانا نجهزهم للدياليسيس. النقطه الثانيه الدراجز. لو انا قعدت اسالك كده، تدي للعيان ده مثلا باد ار بي سيز وإريثروبويتين ولا ما تديش؟ ده انيميا. تدي له انت هايبرتنسف دراج ولا ما تديلوش؟ اللي هم الكابتوبريل، اي دواء دايليتور، اي دايوريتك زي الفروزيمايد. بس الفروزيمايد تعمل جنبه علامه استفهام ليه؟ لانه نيفروتوكسيك. فلو بستخدمه على ليميت دوز واحد او اثنين. الكلام ده كله هتتسال فيه، هيقول لك طب والكابتوبريل مش ده عيان كورونيك رينال وممكن يكون عنده بروتونوريا؟ نديله كابتوبريل. ماشي، نديله كابتوبريل برضه ليميت دوز بس كده، هو ده الرد. ليه الكابتوبريل؟ اتكلمنا المحاضره اللي فاتت في الكابتوبريل ان هو حلو ان هو بيقفل المحبس اللي فوق بتاع الكدني اللي هو داخل ده بتاع الجلوميريولاس دي، وبالتالي بيقلل البروتين لوس. بس العيب كبير ان هو بيعمل ايه اصلا في الجي اف ار؟ هو المرض ده عباره عن نقص في مين؟ في الجي اف ار. فهو بيقلل الجي اف ار، عشان كده الجرعه اللي ما بتقللش الجي اف ار من الكابتوبريل هي 1 او 1.5 مللي جرام. في المستشفيات احنا بنستخدمه لحد 6، ده رقم كبير. انا لو استخدمته لحد 6 انا بقتل العيان ده، كل التوكسنز بتاعته بتتحوش. ده لو انا مش فاهم. فانت في دوائين بتستخدمهم ويز كوشن، ايه هم؟ الفروزيمايد لانه نيفروتوكسيك فببقى ليميت دوز 1 او 2، ومعاه الكابتوبريل 1 او 1.5 دير دي، يعني نص كل 8 ساعات. ليه انت ماسك ايدك في الدوائين دول؟ عشان هم هيأذوا الكدني. هو هيفيدوك في حاجات ثانيه بس هيأذوا الكدني. فناخد بالنا من الجزء ده الله يكرمك. ماشي، اديت للانيميا اريستروبوتين وباكد ار بي سيز، ده هنعمل فيها ايه دي؟ دي هنخسرها، ده لازم يخسر العيان ده مش تبع الكونزرف. طب الريكتس هتدي له ايه؟ اكتيف فيتامين دي.
اكتف فيتامين دي، مش فيتامين دي بس، فيتامين دي في السوق هو فيتامين دي 2 اللي هو موجود في الادويه، انما انت عاوز تدي 1 الفا اللي هو الاكتف فورم اوف فيتامين دي او الكالسيترايول. اشمعنى؟ لان المصنع اللي بيأكتيفيت الفيتامين دي ماله؟ ايدك والارض بايظ اساسا، ما ينفعش معاه الفيتامين دي ده، لازم اكتف فورم اوف فيتامين دي، وياخد كالسيوم ما ياخدش فوسفورس، ولو هياخد فوسفورس يبقى فوسفورس بايندر اللي هو حاجات بتمسك الفوسفور تنزله في الاسبوع. ده بعض الحاجات. اللي عنده اسيدوزس ياخد مين؟ صوديوم بايكارب. يبقى انا صلحت الاسيدوزس الانيميا الهايبرتنشن. طب الجروس فيلير ده تعمل فيه ايه؟ بيدوا للعيال دي جروس هرمونز، لازم يمشوا على جروس هرمونز عشان تقدر تسعفه شويه مع الكالسيوم مع الفيتامين دي مع الحاجات دي كلها، بيبدا العيال لحد كبير يستعيد جزء معقول من طول. اللي انا قلته ده كله ده كونزرفاتيف، يعني انا بحاول احافظ على الكدني الفتره اللي فاضله، انما انا متاكد انها رايحه ناحيه مين؟ المراحل الاخيره، وهما اثنين، يا اما تعمل دياليسيز يا اما تعمل ترانسبلانتيشن. دول على بعض اسمهم رينال ريبليسمنت ثيرابي. كلمه بس على الترانسبلانتيشن عشان نخلص منه. هو الترانسبلانتيشن في الكرونيك رينال ايه وضعه في العلاج؟ بيقول له هو الايديال تريتمنت، عشان نخلص، هو الايديال تريتمنت. طب ايه مشاكلك معاه في كلمه واحده؟ ريجكشن. الناحيه اللي احنا بنعاني ليه النهار من القصه دي، انت عشان تلاقي واحد اصلا كومباتبل مع العيان ده مصيبه، وبتلاقيه وبعد ما تحط الكدني وتسيبها شويه سبحان الله ما تعرفش في ايه، بالذات الكدني بتاعت بابا بتاعت مامته بتاعت اخوه، حاجه بص تخلي القلب يتقطع كده وانت واقف. اما تلاقي اب او ام جالك اتبرع قبل كده بكدني وريجكتد وجاي لك عشان يعني بيقول لك خد الثانيه، طب خد الثانيه وانت هتعمل ايه؟ برضه احنا واقفين في حاجه، اصل هي ريجكتد بعد 3 شهور او بعد شهرين او بعد 4، لان المشكله العيان ده بيمشي على ماسيف اميون وايه سبريسيف دراجز، فاي انفكشن بتجيله بسهوله جدا تدخل تلف لفتها تروح ضربه الكدني تشو، فتلاقي الدنيا باظت عنده سبتسيميا والجسم بدا يتخانق مع بعضه ومحدش عارف مين تبع مين، في النهايه اللي بيخسر هو الكدني اللي انت ركبتها. طبعا الكدني بتتحط هنا في الرايت ايليك فصه مش ورا، خلاص اللي هي بتتزرع وتتحط تحت، لان غالبا بتبقى جايبه من حد اضر، يا اما اب يا اما ام يا اما اخ، فهي دي مشكلتها. اتنين الدياليسيس. انا لو عاوز اغسل عيان طفل صغير غير حد كبير، ليه؟ الناس الكبيره احنا بنقدر نركب خراطيم في ايديهم هنا وايديهم الناحيه الثانيه وبنسحب على المكنه وفاسكولار اكسس كويس. طبعا مكنه الغسيل فيها فلتر طويل كده، هي مش المكنه دي مالهاش لازمه، هي دي بتدور البتاع بس. هو كل الفكره فيها في البتاع الطويله دي اللي هي بتبقى معرفش شفتوها قبل كده ولا لا. بتاع كده وليها راس كبيره من تحت وراس كبيره من فوق. دي عباره عن الكدني اللي بره، دي كدني صناعي كلها انابيب كلى زي نفرونز، بيدخل الدم من دراعك فينس يعدي 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 ويروح داخل جوه الفلتر ده يتصفى ويخرج من الناحيه الثانيه ويروح داخل في الناحيه في الدراع الثاني للعيان. يعني انت بتسحب دم وتنضفه وترجعه سايكل، بتقعد كام ساعه؟ 3. كم مره في الاسبوع؟ 3. ده هيمو. ده حلو يعني ولا وحش؟ هيمو دياليسيس مور افيشنت، مور افيشنت بس مزعج. 3 مرات 3 ساعات المكنه كل شويه هايبوتنشن اريزميا مشاكل كتير، في ناس بتقرس غير فرصه الانفكشن، بيجي لهم هيباتيتس بي وسي وكل اللي انت عاوز تقوله اتش اي في وحاجات شهيره كانت بتيجي من الفتره اللي فاتت في القصه دي. طب الاطفال الصغيره عندهم ميزه تعتبر افضل بس في نفس الوقت مزعجه شويه، ليها بطن. الطفل الصغير عنده حاجه اسمها بيريتونيال دياليسيس تقدر تعمله، احنا مش بنعمله عشان احسن من الهيمو خالص، عشان صعوبه الهيمو. يعني لما اسالك البريتونيال دياليسيس بيتعمل في الاطفال ليه؟ عشان الديفيكالت فاسكولار اكسس فيهم. طب مين الافيشنت عن مين؟ طبعا الهيمو افيشنت عن البريتوني، بس البريتوني حاجه فيسيولوجيكال، حاجه رخيصه جدا جدا، ما بتتكلفش حاجه خالص جنب جلسه الغسيل. يا جماعه فلتر الغسيل بس ب 6000 جنيه، فلتر الواحد اللي هو بيتحط على المكن في الجلسه الواحده ب 6000 جنيه. غير الكيس بتاع نفسه ب 800 جنيه الكيس الواحد، غير الالبومين كل ازازه ب 1000 بياخد له 6 او 7. انت بتتكلم في مهزله، في رقم خرافي يعني، لو حد هيعمله على حسابه هيبيع كل حاجه ده لو عنده اصلا حاجه يبيعها، فموضوع مكلف جدا. انما الثاني لا، قسطره خرطوم كده وبتخرم بطنه من تحت السره وتدككها جوه البريتوني، يبقى انت بطن العيان قدامك اهي، بتروح مالي بطنه ميه، حاجه اسمها دياليزيت. دياليزيت ده اللي هو عباره عن شويه بوتاسيوم مع حبه سكر جلوكوز، يا 1.7 يا 4.25. بتدخل الميه دي جوه بطن العين ليه؟ تفتكر ليه؟ انت بتملى البطن دي كلها بميه فيها تركيز عالي من حاجه بتسحب، اللي هي مين اللي بيسحب؟ السكر.
وبتسيبها جوه بطنه ربع ساعه. بتعمل ايه بقى بين العيان؟ في عندك بطنه مليانه بلاد سبلاي رهيبه اسمه ايه؟ ميزنتريك سيركوليشن. دي كلها توكسن ما شاء الله لانها حوالين الابدومين والانتستين والحتت دي. تركيز التوكسن في جسم العيان ماله؟ فبيروح معدي للعالي. بيروح معدي من العالي للاقل، يعني بيمشي من بطن من جسم العيان يروح داخل في الدايليزيت اللي انت حاطه. بعد تلت ساعه بيكون انا اقتنعت ان حصل اكستشينج، ده المليان من هنا رمى على هنا واللي انا عاوز ادخله من هنا دخل الناحيه الثانيه. بروح فاتح المحبس وابقى محبس كده حاجه اسمها اللي هو ستيب كوك بتاع الثلاثي كده، بتفتحه كده بيروح منزل الميه بالعكس، يعني انت دخلتها كده بتفتحه بعد شويه بيروح منزلها على بره. بنزلها في الشارع خلاص انت مش عاوزها، وتروح مدخل ران ثانيه. ران تانية من المية برضو تلت ساعة. تفضل على الحال ده تلات ايام. تلات ايام من اول الصبح النهاردة تقفل بعد يومين التالت يوم برضو زيها الصبح. تلات ايام بتعمل بريتونيال دايلز. فلو انا سألتك سؤال، هو انت خايف من ايه في التكنيك ده؟ مش عيوبه يعني. ده هيعمل انفكشن 100%، العيال دي اغلبهم بيجي لهم بريتونايز. رقم اتنين، الاسطر اللي انا بدخل بيه، انت لو شفت التروكر ده هتترعب، البنات بتخاف تركبه وما بتبقى نواف. حديد، ده حديد بسن كده ومتركب جواه خرطوم بلاستيك، هما اتنين في بعض، يعني هو معدن وخرطوم بلاستيك. سن المعدن طالع بره الخرطوم شويه صغيرين، عشان يعمل ايه؟ يخرم. اول ما بتخرم بتروح ساحب المعدن، يبقى مين اللي فاضل؟ البلاستيك ده، بس خلاص هي زلومه كده، تبقى طالعه من بطن العيان. وبتركب عليها انت قسطره ثانيه اللي بتدخل فيها الميه. الواد نايم وتقعد تملى بطنه وتفضل، تملى بطنه وتفضل، كل ما تملى ربع ساعة وتفضل، تملى ربع ساعة وتفضل، وهكذا. ده القصة دي، تلات أيام ورا بعض ده اسمه بريتوني، بيحوق كتير يعني بيجيب نتائج حلوة. بس طبعًا حاجة بدائية أوي، التاني تلات ساعات بسرعة وبتمشي. طب لو سألك لما ده حلو أوي وده صعب أوي وطويل، ليه بتعمل ده؟ كله بس هو صعوبة الهيمو ده. طبعًا طالع مكن دلوقتي وطالع حاجات أحدث بتخليك تشتغل على أعمار صغيرة أوي 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 بالهيمو. ودي ميزة كويسة، كان زمان ما بتقدرش تعمل كده. ده قصة الهيمو فيرسس بريتوني. اسمهم على بعض الاثنين رينال ريبليسمنت ثيرابي. انما الكونزرفاتيف هما حاجتين برضه، هما ايه؟ دايت ودراجز. والثاني الرينال ريبليسمنت حاجتين برضه، ترانسبلانتيشن ودايلز. والدايلز اثنين، يا هيمو يا ايه؟ يا بريتوني. طبعا الاورجانيزمات اللي بتيجي البطن مش غنيه عن التعريف، نيوموكوكاي والاستاف، دول اشهر اثنين. كرونيك رينال، الرساله اللي انت هتوصل لك في دماغك هم ثلاث اربع نقط تحطهم في دماغك دلوقتي وانت قاعد، ان مرضى الكرونيك رينال عشان يجوا ده مرض ايرفيرسيبل، ده مرض بروجريسيف ما بيقفش، ده مرض بايلاترال مش يونيلاترال وكرونيك. دي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه ان هو بيجي الطفل بعد ما فقد كم من الكدني؟ 60 او 80% من وظائفه انتهى، بيبدا يقول بسم الله الرحمن الرحيم انا جيت. طب هو جاي ليه؟ نجمع الكلام ده عشان ده مهم. هو جاي حضرتك عشان عنده يا حاجه وراثه يا حاجه مكتسبه. مين اشهر سبب وراثي عيوب الخلقيه بتاعت الكدني؟ اللي هي ابلاستيك ديس بلاستيك مشوهه، مش عارفين راسها من رجليها من وضعها ايه بالظبط، مش موجوده خالص. في ناس بتتولد بكدني موجوده او كدني اتروفيك، يقول لك اسمها سوليتري كدني، هو مش عنده غير واحده. البولي سيستيك اللي هي عامله زي عش النحل اللي هي الكبيره دي مليانه سيستات. ممكن يكون اكوايرد يو تي اي، جلوميرولونيفرايتس، سيستميك لوبس، بايلو، اي حاجه من الحاجات، ستونز، ميتابوليك ديزيز، سيستينوزز. في 50 ناس بصدق منهم كام واحد؟ اعراضها في اغلب الناس اي سيمتوماتيك، لان انا لسه في الفتره دي. لسه في 80 او 60% ما راحتش. اثنين اكيوت رينال اون توب اوف كرونيك، يعني العيان جاي قاطع يورين بحلله بالصدفه اكتشفت ان جسمه خربان خالص، بعمل سونار لقيت كدني قد كده. دي بتاعت اكيوت ولا كرونيك؟ الكرونيك واتكشفت دلوقتي، جاله شويه ديهايدريشن انفكشن فظهر. عنده انوركسيا، عنده فوميتنج، عنده فيلير تو سترايف، جروس فيلير، ديليت بون ايج، ديليت بيوبرتي، اكتب اللي انت عاوزه. العظم بيبوظ، بينزف، انيميا، فالور، هايبرتنشن، كل دي حاجات وغالبها انكسبلين مش معروف ليه. فبما انها نون سبيسيفيك يبقى انا المفروض اكونسيدر الحاجات دي في اي طفل بيرجع عنده انيميا، عنده ضغط عالي، اي مشكله من دول، ما بيكبرش. طبعا الكدني ده 5 ستيجز قلناهم اللي هم من 1 ل 5، 1 90 و5 ده كام؟ 15، وما بينهم اللي هم 90 60 60 30 30 15، حفظتهم. الاولاني نورمال والاخير ضايع، واللي في النص مايلد مودريت و سيفير ديفيشن. كده الدرس يخلص معاك بسرعه. بتسحب 3 بلاد بيكشر وجاسز وكيمستري وتحتهم يورين، وبعدين تعمل رينال سونار واكس راي على العظم والكلام اللي قلناه ده. بالنسبه للعلاج، هدفك كله ان انت تسكرين اخوات العيان
تبرزيرف النمو بتاع الطفل ده يقدر يقف ويقدر يمشي ويقدر يتحرك ويكبر، وبشتغل على اثنين اكسس، يا كونزرفاتيف اللي هو دايت ودراج، يا اما ريبليسمنت اللي هو دايلسيس وايه وترانسبلانتيشن. ده موضوع عشان انا مقلق منه فبقول لك بص عليه واديته وضعه بالراحه شويه، انما المفروض ان انت تاخد بالك قوي من اللي بعمله. هو ده مش مهم بالدرجه دي. معلش عاوز بس حاجه بتاع في بره بس. دي واقعه على الارض ما اعرفش بتاعت مين. بتاعتك؟ تمام؟ اي فلوسك؟ البتاع مش موجود بس بتاعت الصبور. خلاص حضرتك هجيبها الدرس ده بقى اللي مهم، وده هيجي لكم في اليورين اناليسيس. الموضوع اللي هنقوله ده اللي هو اليو تي اي، طبعا ده الاشهر على الاطلاق في الاطفال الصغيره بالذات البنات. فيميل طبعا هو ليميل وليه فيميل انسيدنس، يعني ده ميل وده فيميل. اهم من نشر السميع يبدا قبل سنه. بصوا كده نحاول نفهم ايه قصه المرض ده. ايكولاي 80%. يورينري تراكت انفكشن او يو تي اي هي واحده من اشهر الكلينيكال برزنتيشن في البيدياتريكس على الاطلاق. اقعد في العيادات الخارجيه وانت تشوف كميه اطفال جايب يو تي اي لا تعد ولا تحصى، واغلبهم جايين بفيفر بس. مدخل العيان سخونيه، ليه بقى؟ دور بقى عيش حاجه. اغلب العيال الصغيره اللي بتسخن ومش معروف سببها حاجتين تدور عليهم، دي نصيحه مننا اللي هو بعد مرمطه السنين في المستشفيات، ودنه واليورين. دول اكتر اتنين هيدن انفكشن ما يرعبوش، لان في حاجه تالته بترعب اللي هو القلب الكلى. انما الاكتر حاجه مشهوره وبتعمل والدكاتره مش بتاعه، كل الدكاتره تبص في الزور، يحبوا الزور جدا، يقول لك عنده احتقان في الزور. دي الكلمه الشهيره بتاعت المصريين 90% منهم. الا من رحم ربي، ما تفهمش ليه احتقان في الزور، اشمعنى الكلمه دي مر. اي طفل بيسخن عنده احتقان في الزور، دي قاعده. عمري ما حد كلمني بنتي كشفت او ابني ويقول لي الا ما يقول لي الدكتور قال لها عندك احتقان في الزور، ده لازم. يعني زي مثلا مات ايه نتيجه توقف عضله القلب، كل الناس ماتت نتيجه توقف عضله القلب بجد والله. طب هي ليه توقفت ما قبل بقى التوقف؟ ما هو لازم ما يموت عضله القلب هتتوقف والله العظيم. لماذا يا حسن؟ ده حتى العدوى دلوقتي عاملينها فبريش. انا واحد نايم مدير قاعد طول اليوم بمضي على ريكوستات بيجي لي العيانين ميتين، توقف عضله القلب، توقف عضله القلب. فجيب النائب الباشا، سعاده الباشا، هو توقف عضله القلب ايه بقى؟ بيقول لي يا دكتور ده سبب الوفاه. قلت له اه سبب الوفاه ليه؟ عضله القلب توقفت ليه؟ البنزين خلص، العيان متضايق شويه، طريق زحمه فتوقفت. ما تقول يا عم اي حاجه، العيان ايه مشكلته اصلا؟ في حاجات كده غريبه كده بتحصل مش ما حدش بيقف عندها كتير. فما تبقاش مدلوق ورا الناس. فيفر بص في ودن العيل وبص في اليورن. يعني اعمل له يورن اناليسيز اه بعد اذنك اناليسيز وكالش. الناس بقى طالعه في شهرك اعمل له اناليسيز ولو طلع عنده صديد نعمل له كالش. يا سلام يا سلام، ايه العظمه دي؟ مش حاجه اسمها كده خالص. قوي عينه اسمها يورين اناليسيز وكالش. ايه الحكايه بتاعت المرض ده؟ ده اولا اشهر عدوى على الاطلاق بتيجي في الاطفال هي والشيست. يعني ده الدغاية بشيست انفكشن ريسبيراتوري يا يورينري. اليورينري تراكت انفكشن نوعين، نوع بيجي في الكيس اللي تحت الكبير ده وبيسموه كده دكاتره سيستايتس. فاول ما اقول لك سيستايتس انت بينك وبين نفسك عارف ان انا بكلمك على بلادر. لان لما هطلع فوق هنا واضرب الرينال بيلفس ده البيلفس بتاع الكدني، واضرب حوض الكلى نفسه ده اسمه بايلو اللي هو بيلفس بتاع الكلى نفرايتس. فبايلو نفرايتس يعني كدني. وبعدين اسالك بذمتك ده اخطر ولا ده؟ اكيد طبعا الكدني. ليه؟ لان دي اورجن، انما ده كيس، ده خزان ميه مقدور عليه، يعني امره بسيط رغم اهميته اه، بس امره بسيط بالنسبه لمين؟ للاورجن. كرونيك رينال فيلير يعني ايه؟
يعني بايلونفرايتس مش يعني سيستايتس يا جماعه. كدني لما بقت كرونيك رينال فيلير كنا حاطين فيها كلمه مين؟ بايلونفرايتس، ما حطوناش كلمه مين؟ سيستايتس. سيستايتس بيروح البيت يتعالج في بيت هم، انما بايلو حجز مستشفى. ده خلاصه القول بس عشان ابقى فاهم. يبقى ده سيستايتس وده بايلونفرايتس، دي لور ودي اب. بأورجانيزم شهير جدا 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 اسمه ايكولاي. انت شفته فين ده؟ بتاع الكولوس بتاع الدايريه. لان اغلب العيال دول لو انت بصيت كده كملت الرسمه هتلاقي الاورجانيزم جاي لك كده. جاي لك منين؟ بالانتست. اورجانيزم اسمه ستريبتوكوكس فيكاليس او ايكولاي دخل هنا ازاي؟ اسال نفسك سؤال. السن ده يا جماعه بتاع البنات بعد السنه من سنه لحد 7 سنين بتاع حاجه اسمها تويلت تريننج. المرحله دي اللي الطفل بيتعلم فيها يعمل تويلت تريننج، بيدخل الحمام يعمل هايجين. طبعا الطفل الصغير مش فاهم، وفي عندك رسم عشان ما اقعدش اشغل كتير في الجزء ده. المفروض ان انا بعلم العيل الصغير اما يدخل الحمام يعمل وايبنج او يعمل يمسح او يشطف بالميه يبقى من قدام لورا. يعني بيمسح عشان كده الاجانب عاملين بتاع مخصص للفيميلز عشان يبقى من قدام لورا، عندنا لا العكس الناس مش بتسحب كده على طول. ده معناه ايه؟ طفل صغير يدخل يعمل وايبنج كده هو بينقل البكتيريا يحطها فين؟ ما هي دي يا جماعه لورا اللي هي الاينا الاورفيس دي بتدخل البكتيريا على مين؟ على اليوريثرا. فسهل جدا جدا تعمل حاجه اسمها اسندنج انفكشن. عشان كده اما تبص على الباثوفيسيولوجي بتاعت اليو تي اي عندك هتلاقي الانفكشن جايه من طريقين. يا اما اسندنج من تحت لفوق يا العيان بيعملها يا انت ممكن تعملها وانت بتقصر العيان لو انت مش عامل هايجين كويس. فعشان كده اليو تي اي كومن شويه في الفيميلز. ليه في الفيميلز لو سالك؟ لان الفيميل عندهم الانال اورفيس فيري كلوز لليوريثرا. رقم اثنين اليوريثرا فيري شورت من 3 ل 4 سم. فدي بتسهل ماموريه الاورجانيزم انه بيطلع مسافه صغيره قوي فسهل ان هو يعمل انفكشن. في البويز وانا كاتب الكلام ده بالتفصيل في الريسك فاكتور هيجي بعد شويه. البويز مشكلته مختلفه شويه، البويز ما بيجيلهمش يو تي اي بسهوله خالص عشان اليوريثرا اولا 3 بارتس طويله بعيده الا لو هما ان سيركم سايز. عشان كده اليو تي اي في الولاد لو جت بتبقى قبل سنه، قبل سنه في الفتره الاولانيه اغلب الاطفال ما بتطهرش في السنه الاولى، بيخافوا عشان النزيف والقصص دي. فالطفل الولد اللي بيجي له يو تي اي ده ممكن يجي لك في الام اس كيو في الاورا الحتتين الصغيرين اللي هم اخر الريسك فاكتور. طيب غير الاستندنج انفكشن اللي انت قلت عليها دي ينفع اليو تي اي تيجي هيماتوجينس؟ اه ينفع تيجي هيماتوجينس عن طريق الدم. بس دي ليها سن، دي في النيونيتس. العيال لسه مولوده وده بيبقى غالبا سيبتيسيميا. طبعا احنا علينا موضوع في النيوناتولوجي اسمه سيبتيسيميا. بالتفصيل نيونيتال سيبتيسيميا هتدرسه بيجي كتير جدا في الامتحانات. السيبتيسيميا ده كان اخر موضوع درسته للقصر العيني لما كنت بديهم. انا نزلت فتره وبعدين بطلت وبعدين نزلت سنه واحده وبعدين بطلت. السنه اللي انا نزلت فيها الاخيره دي كنا بنشرح في اوضه هنا كده وقلت لهم نيونيتال سيبتيسيميا احترس منه السؤال ده مهم جدا. وقعدنا نعمل له رسمه وبتاع وبعدين دخلوا كان قبل الامتحان بيومين دخلوا جالهم عملنا لهم رسمه كبيره كده الطفل شكله عامل ازاي. جه سؤال كان تقريبا ثاني او ثالث واحد في الورقه. يونيتال سيبتيسيميا او سيبتيسيميا عموما الموضوع مش ظاهر. ليه سيبتيسيميا مهمه؟ لانها بتعمل كل الامراض. بتعمل مننجايتس ونيمونيا ومايكاردايتس واوستيومايلايتس وارثرايتس. ليه؟ انت بتلف انت بكتيريا وتوكسن بتلف. دخلت البرين تروح عامل مننجايتس. رحت اللنج تعمل نيمونيا، رحت الهارت تعمل مايكاردايتس. يعني السيبتيسيميا لما بتعمل يورينري تراكت انفكشن هي في اليورينري سيستم؟ لا هي في الليفر والبرين واليورينري والعظم والدم. لان كلمه سيبتيسيميا بكتيريا وتوكسن بتلف في الدم. عشان هفاجئك دلوقتي بعد شويه حاجات غريبه في القصه دي. يبقى انت حطيت الدم كسورس للعدوى في الصغيرين والاستندنج انفكشن كسورس للعدوى في اي سن بعد كده. وقلت لي لو بنت بتبقى اكتر من ولد والولد ممكن في السنه الاولى لو هو انسر كانسر. دي الرولز اللي احنا اتفقنا عليها. اسم الاورجانيزم قلت لي الاشهر على الاطلاق وده سؤال الام اس كيو اللي هو الايكولاي 80% من الاورجانيزم. غير كده في مين؟ في ستريب، في ستاف، في كليبسيلا، في سودوموناس، في بروتياس، جرام بوزيتيف ونيجاتيف، ما عنديش مشكله معاه. ممكن يطلع فانجل في حد مناعته وحش، مش معترضين. بيدخل ازاي الاورجانيزم؟ بكذا. انا اللي عاوزه منكم بقى تفكروا شويه وتقولوا لي ايه الريسك فاكتور. كل واحد كده يحاول يفكر كده مع نفسه دقيقه ويقول لي ريسك فاكتور يزود حته اليو تي اي.
يعني ليه طفل يقول له اي طفل لا؟ بس ده السؤال بتاعي. انت ممكن يبقى ليك سبب صح، بركب اسطرة من غير ما اعمل هايجين لوحده، او بدي اجريسيف مين؟ انت بدات الصوت كبير دي الثانيه. طب العيال ليه رول الهايجين ده اهم كده، بور هايجين. في اطفال اهلهم بتحرجوا يخلوهم في اي حاجه، سايبينهم كده مع نفسهم، هو بيعافر يعني في ازاي يعمل ايه؟ طيب هجيب فيديو من اليوتيوب اتفرج عليه بيعمل ايه؟ مش معقول يا جماعه تيجي تكلم الاب والام مسح خالص. طب اقعد مع ابنك ولا بنتك فهمه، مش عيب والله، بالعكس الحاجات دي بتربي جواه الثقه، بيبقى عارف ان كل حاجه طبيعيه وبتتكلم عادي فبيفهم، لان كل البشر بيعملوا كده، دي مش حاجه يعني بتاعتك انت بس. طب ايه تاني؟ واحد عنده حصوه مثلا استجنيش، واحد عيل صغير بيتفرج على الجيمز او بيلعب جيمز، تيجي توديه الحمام يعمل ايه؟ مش عاوز يروح. طب لما بيروح ما بيقعدش، بيبقى عامل زي الايه؟ اللي قاعد على حاجه سخنه بتلسوعه وعاوز يجري يرجع تاني. ما جربتوش تشوفوا القصه دي؟ العيل الصغير بيتفرج على حاجه او بيلعب لعبه، توديه الحمام يروح عامل ايه؟ يدخل انت لسه بتعمل كده تلاقي ايه؟ خلص عشان يكمل بقيه الشغل بتاعه، انما عاوز تخليه يعمل حاجه ما بيحبهاش ينام هناك. ده اسمه ايه الموضوع ده؟ ده انكمبليت بلادر فويدنج او بلادر امتنج. الانتربتد ميكتوريشن او الانكمبليت ميكتوريشن ده بيعمل ايه؟ بيعمل ريتنشن جوه، هو شال شويه صغيرين اللي هم عاملين له الاسترتش بتاع الوول، نزل الحبه دول، اول ما الوول خفيت عليها شويه خلاص يقدر يكمل بيهم حبه ويرجع تاني. دي كارثه. انكمبليت فويدنج. الكافيتر، الستون، اليورينري انوماليز، الهيجين المنيل اللي قلنا عليه، السكس ليه رول؟ اه ليه رول، البنت بعد سنه والولد قبل سنه. طيب قصه القسطره، اه طبعا القسطره من اهم الحاجات، لان القسطره ده فورم بودي بتدخل وتقعد جوه فتره فبتجمع عليها الحاجات دي كلها ريسك فاكتور. والمرض الشهير بتاع ارتجاع الحالب اللي قلنا عليه المره اللي فاتت كان اسمه فيزايكو يوريتريك ريفلوكس، كل ده ريسك فاكتور. طبعا اي عيان عنده اميون ديفيشنسي، اي عيان زي ما قلنا ماشي هيجيله الكلام ده. كلينيكالي بقى هتتفرج على العجب دلوقتي، طفل نيونيتو صغير وجاي لك بيو تي ار. حط الكلينيكال بيكشر بتاعته كده. انا عاوزك تديني مخيلتك لطفل عنده عدوى في اليورين سنه صغير. هنبدا من سن شهر لحد سن سنه ونص سنه. جاوب كده. دي صعبة قوي، دي فيري ليت. حتة ان هو يعيط لما يعمل حمام دي متأخرة، هو بيحصل بس فيري ليت، متأخر خالص. أول علامة الحرارة، وما تستنوش من عيال دي إن هي تسخن بس، ممكن يبرد، لأن السبتسيميا مش بتعمل فيفر، بتعمل فيفر أو هايبوثيرمي. ليه؟ لأنها بتعمل حاجة اسمها فازو موتور انستابيليتي. السبتسيميا بتبوظ الفازو موتور بتاعك، بتاع البلاد فيسل شوية دايليتد وشوية كونستريكتد. طبعا لما يبقى دايليتد يلوز حراره، وما يبقى كونستريكتد ماسك، انت عندك العيان ما عندوش ستابيليتي، فازو موتور انستابيليتي من التوكسنز. عشان كده اشهر علامه للسبتسيميا الهايبوثيرميا او الفيفر، دي واحده. فهو عنده فيفر او هايبوثيرميا، الفيدنج بتاعه يبقى عامل ازاي؟ بور فيدنج، ما بياكلش، لان عيان السبتسيميا ده عيان ضايع. عنده فوميتنج اكيد، وعنده شويه ابدومينال بين، كل ده اعراض سبتسيميا على فكره، انا ما جيتش جنب اليورينري سيستم لسه خالص. والاغرب من كل دول انه مصفر. فروح الدكتور ماشي في حته ثانيه خالص. ليه عنده جوندس؟ يا عم انا بقول لك المريض بتاع النيونيت ده اصلا مريض مين؟ سبتسيميا، والسبتسيميا اول ما بتلف بتحب تعدي على الليفر، ده لازم. لان اغلب دمك لازم يعدي في الليفر، فهي بتعمل جوندس عشان الهيباتيك افكشن. طيب ايه كمان؟ ممكن زي ما قال كده من شويه يروح العيان جاي لك وهو بيعمل حمام ويبدا يعيط او يتوجع او يبقى اريتيتد واجيتيتد، اللي هو سكريمنج مع اليورينيشن، وارد، وسترونج سميلنج يورين، اليورين ريحته مثلا مش مظبوطه. انما غير كده ابدومينال ديستنشن، ابدومينال بين، فوميتنج، فول فيتنج. العيان بيخس، ودي من اكتر الحاجات اللي بنحبها، ان العيال الصغيره عماله تخس وانت عمال تدور ومش عارف ايه اللي بس، ومكسل تعمل تحليل او مش فاكر اصلا انت تعمل او بتعمله يطلع نورمال. عارف ليه بيطلع نورمال؟ اشهر حاجه بتطلع تحليل اليورين نورمال ايه؟ دكاتره بيض مضاد حيوي عمال على بطال، يروح عامل ايه في البيوريا؟ موقف والاورجانيزم جوه يشيل لك الباص بس.
الاورجانيزم عشان تشيله لازم مزرعه يبقى عارف هو مين. انت بتوقف انتاج الصديد بس، بس العيان ما الاورجانيزم ما خفش، هيحصل له ريكفري بعد شويه. فدي نقطه مهمه، ما تديش مضاد حيوي للعيان غير لما تكون واخد عينتك الاول. خد العينه بتاعتك يورين اناليسيس وكالتشر واديله اللي انت عاوزه، محدش قال لك ما تديش، بس تاخد العينه قبل. لو هو كبير شويه شايب بتقسمهم فوق وتحت. عيان اللي عنده انفكشن هنا في الحته دي، دي كدني، يفرق ايه عن اللي هنا ده من حيث البلاد بريشر؟ عمر السيستايتس ما هيجيله هايبرتنشن، بس ده هيجيله هايبرتنشن. ليه هيجيله هايبرتنشن؟ قلت لك عشان الرينال. ممكن هيماتوريا وممكن هيماتوريا، انت عامل انجري ففي دم بينزل، والفيفر بتاعت البايلو دي هايبر بايركس، دي حراره بتوصل 40 من اعلى الفيفر الموجوده. دي اسمها هيدن انفكشن، دي انفكشن في حته مداريه جوه هيدن في بطن العيان من جوه. فدي من اخطر الحاجات اللي بتعمل هاي فيفر ورايجرز، ده العيان بترعش وبتنفض في بعضه دي. طب لو اتوجع يحط ايده صغرى بيوبك ولا لوين وباك؟ لوين، ده لوين بين، ده باك بين. احنا عرفنا ايه اللوين وقرينا الانجل وشفناهم في العيان. فده عيان عنده لوين بين، ودي كيف بتجيلكم في الامتحان. هيجيب لك بنت 6 سنين أو 5 سنين جايه بتشتكي من فيفر وفي انون اوريجن، وهيقعد يلففك شويه وبعدين يكتب لك رقم الضغط بتاعها عالي، وهيسيبك بعد كده. الضغط بتاع بس هو هيشاور يقول لك ان عندها لوين تندرنس او لوين بين. اول ما يرمي على اللوين وفي ضغط عالي عمرها ما تطلع دي. وفي فيفر يعني في انفكشن. مفهوم الدنيا ماشي الحال؟ طيب ده بالنسبه للبايل. السيستايتس اشهر اعراضها ايه؟ اس اس اس. اولا دي بتيجي بيورين فيري باد اودر، سترونج سميلينج يورين. العيان بيجيب يورين من تحت، ده الكيس بقى كل ده مجمع بقى كل اللي انت عاوزه، بيقعد فتره صديد، فبينزل سترونج سميلينج يورين. وعنده سكندري نوكتورنال انيوريسيس. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني الطفل ده كان بقى كويس وبيكنترول اليورين كويس، والحمد لله بقى له فتره تمام، وسنه مثلا 6 سنين وبيكنترول من 4 سنين، وجاله يو تي ار، يقوم جاي له ايه بعدها؟ يعمل على نفسه تاني، فنقول عليه سكندري نوكتورنال يعني ليلي، انيوريسيس يعني تبول لا ارادي. والبين بتاعه يبقى ايه؟ صبرا بيوبك، بيحط ايده فوق السيمفيسيس بيوبس مكان المثانه، ده الوجع بتاعه بين. يبقى انا عندي سكندري نوكتورنال انيوريسيس، سترونج سميلينج يورين، وطبعا صبرا بيوبك بين، زائد يورينري سيمتوم بقى. بص الاخ ده بقى هو بيعمل يورينيشن، ممكن يحصل له ايه وهو بيعمل يورينيشن في السيستايتس؟ نتيجه الماسيف انفلاميشن اللي هو غالبا بيبقى واخد البلادر يوريثرا او البلادر نيك. اولا بين بيسموه ديسيوريا، ديسيوريا اللي هو حرقان، بينفول ميكتيرش. وبعدين فريكونسي، بروح الحمام كتير. فريكونسي يعني زياده النمبر. طب دريبلنج بقى يبدا ينقط، ده اسمه انكونتيننس، اللي هو يبدا يحصل يفوت شويه منه غصب عنه، يقول لك ده في ميه بتنزل غصب عنه. الانكونتيننس ايه الفرق بينه وبين الانيوريسيس؟ حد يعرف؟ لا هما الاثنين انفولنت، الانيوريسيس والانكونتيننس. انيوريسيس كامل كومبليت فويدنج، خلص كل البلد. انما الانكونتيننس ده بينقط، اللي هو ريتنشن وبتنقط شويه منه. واحد كامل واحد مش كامل، بس من غير ما نقعد ندخل معاهم في التفاصيل. ده شكل البايل وده شكل السيستايتس. طب انت لو دكتور وجالك حالتين زي كده ومشتبه فيهم، هل ممكن اليورين اناليسز يشخصهم لك ولا صعب؟ ده اللي عليكم في الامتحان العملي، يعني احنا الحصه الجايه ان شاء الله الاسبوع الجاي، احنا النهارده هنخلص الصور والاكس راي وبقيه الحاجات بتاع الشيست والكلام ده، الاسبوع الجاي ان شاء الله دي بقى يورين وستول وسي بي سي واي بي جي اللي هو الحاجات بتاعت الدايجنوستيك. دول لما اجيب لك يورين اناليسز في صديد، انت كده شخصت دي او دي؟ لا الصديد عادي، ما هو اليورين اناليسيس بيطلع بايوريا، بايوريا يعني صديد. هل يطلع البكتيريا؟ لا هو واخد مش واخد ما بيطلعش البكتيريا، وعشان يطلع البكتيريا محتاج مزرعه. محتاج اسمها عددها تفاصيلها لازم مزرعه. طيب خليني معاك للاخر. هو طلع البكتيريا وبيطلع سوري الصديد وشويه دم وكلام من ده. مش ممكن الصديد ده يكون خادع ولا ايه رايك؟ يعني ايه خادع؟ يعني صديد من غير ما يبقى فيه انفكشن.
ينفع الكلام ده؟ بيسموه ايه التضيد اللي من غير انفكشن؟ استرايل بايوري. في بعض النيوتروفيلز بتنزل في اليورين في حالات الهاي فيفر قوي او الدي هايدريشن الجامده او مرض خدتوه الحصه اللي فاتت اسمه بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس. اي عيان عنده هاي فيفر او عنده دي هايدريشن او عنده بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس ممكن ينزل باسلز من غير ما يبقى فيه بكتيريا. طب هو في البوست ستريبتوكوكال البكتيريا كانت فين؟ كانت في زور العيان اللي اسمها ستريبتوكوكاي. ومين اللي نزل في اليورين؟ قول له ده الانتي بودي اللي بتهاجم الكلى. يعني الاميونوجلوبولينز الوايت بلاد سيلز اللي راح تهاجمت الكلى، انما انا ما عنديش فوكس اوف انفكشن جوه الكلى. دوات. طب في بعض الانفكشنز ما بتنزلش صديد في اليورين؟ يعني يبقى في انفكشن وانا ابص تحت ما الاقيش صديد؟ انت قلت واحده. لو العيان واخد مين؟ انتي بودي او التي بي. التي بي ما بينزلش صديد ليه؟ تعرف؟ لما مش عندي دي بالظبط كده لانه بيلف على نفسه. الدي بي بيعمل حاجه اسمها لوكالايزد انفكشن، بيعمل لوكالايزيشن، بيحبس نفسه حتى في اللنج تحب يطلع فوق وراح محوط على نفسه كده اللي هي الجونز فوكس. هو طبيعته كده. اي كلوزد انفكشن عموما ما بتنزلش صوت. يبقى خلاصه الجمله ان انا ما بعتدش بمين؟ باليورين انالست. امال هنعتد بمين؟ بالكالتشر. عشان كده لما تسحب ما تسحبش اناليسز وتقول لي لو طلع صديد هعمل مين؟ هعمل كالتشر. ما هو ما بيطلعش اهو، يبقى الصح اسحب مين مع بعض؟ يورين اناليسز ويورين كالتشر. طب انت ليه بتسحبهم مع بعض؟ لان الاناليسز بيطلع وانا واقف، الكالتشر بعد اربع ايام او خمسه، فانا بستغل ان هو في صديد وببدا علاجي ان هو في انفكشن. مش خايف من حاجه؟ لا، انا خدت العينه خلاص بعتها فما عادش عندي مشكله. يورين كالتشر يقول لك اسم الاورجانيزم عدده كام واحد وبيستجيب لدواء اسمه ايه وما بيستجيبش الادويه اسمها ايه. المزرعه منظمه جدا، بيكتب لك فوق كده يورين كالش الاورجانيزم ايه كولار عدده 100000 50000 200000 بيستجيب. بيستجيب يعمل لك على اس يعني سنسنس ار يعني ريزيستنت اي لانترميديت ريسبونس. فتلاقي اغلب المزارع دلوقتي طالعه كلها ار، كلها بالكامل ار في كل حته، دم سي اس اف يورين كل ار ريزيستنت بسبب العنف اللي احنا بنعمله في الانتي بودز. طب انا هاخد بكام عدد في المزرعه وابقى 100% بوزيتيف؟ 100000. ده بيجي لكم في الام اس كيو. ال 100000 كولوني كاونت المكتوب عندك رقم ضخم قوي اللي هي 10 اس 5. ده اللي انا اقول بيها ان هي، طب لو لقيت اكتر من اورجانيزم في المزرعه، لقيت مثلا اي كولاي وكريبسيلا وسودوموناس وبروتس، ده احنا عاملين حفله بقى. وعازمين الناس كلها، ده كونتامينيشن. ده عينه كونتامينيتد. لان السؤال اللي هساله لك هو انت بتجيب اصلا عينه يورين ازاي من الطفل؟ ازاي اعرف اخد عينه من المنتج اللي عاوز اخد من الاوضه دي عينه ازاي؟ ممكن اركب قسطره واخد عينه، دي صح كفى، بس اعمل هايجين الاول كويس وادخل ايه؟ واحد اثنين. انت دخلت من هنا ممكن تدخل من فوق، حاجه اسمها سوبرا بيوبيك اسبيريشن اللي هي منظر الابره الشهير اللي عندك، بنحط السونار على البلادر وبنجيب الابره ونروح داخلين جوه البلادر وشافطين من جواه. دي في الاي سي يو في واحد مكسر جاي لك في حادثه ما بينزلش اصلا من تحت الحوض بتاعه مكسر خالص، فبتدخل تشفطه من البلادر. بس دي انفيست، هي احسن حاجه تقول لك ان ما فيش ايه؟ كونتامينيشن، لان انت جايب بالابره منين؟ من البلادر. انا لا دخلت من مكان ملوث ولا طلعت ولا سرقت ولا حاجه خالص، انا دخلت في البتاع اسمها سوبرا بيوبيك اسبيريشن، دي الوحيده اللي ما فيهاش نسبه كونتامين. لو لقيت اورجانيزم واحد تبقى بوز، دي ما فيهاش كلام، بس انفيست. بدايلها اثنين، ايه هما؟ لو عندك ولد صغير خالص ولو عندك ولد كبير خالص. يعني الاولاني انا دخلت جبتها، هتقول له كده يا من تحت يا من فوق، دي قسطره ودي سوبرا بيوبيك اسبيريشن. طب لو عندي ولد كبير شويه بتاع مدارس، ادي له ازازه بتاع التحليل الصغيره دي، اتفضل يا حبيبي ادخل الحمام، سيب اول شويه يعدوا وهات لنا الشويه اللي بعده، اسمها ميد ستريم سامبل. ميد ستريم اللي هو من النص، اتفوت اول شويه عشان الكونتامينيشن. طب افرض صغنطت خالص، هيعرف ياخد حاجه ويروح يعمل لك؟ استحاله. بنركب له حاجه اسمها ادهيسيف بلاستيك باج. الادهيسيف بلاستيك باج ده كيس كان بيتباع لحد السنه اللي فاتت بجنيه، دلوقتي بقى ب 30 جنيه ولا ب 40 جنيه. بقد كده صغير بفتحه كده وليه بلاستر بيلزق، بتحطه على الجينيتاليا بتاع الطفل بحيث كل الجينيتاليا تبقى جواه، وتلزقه على البرنيم بتاعه وتسيبه. الولد ده طول ما هو قاعد بينقط بقى بيعمل اللي بيعمله بينزل فين؟
في الكيس ده بيقعد مثلا 5 ساعات 6 ساعات وبتمد ايدك تشيله تلاقيه جمع حبه صغيرين كده تاخدهم تبعتهم. هل ده في ريسك اوف كونتامينيشن ولا ما فيهوش؟ ده في 100% لان العيل اللي قاعد ده اولا سنه صغير المنطقه اللي تحت كلها في بعضها ده في ده والدنيا بايظه خالص مش عارف اي ملامح فبيسالوه هو الادهيسيف بلاستيك باج بتاخد بنتائجه ولا لا؟ لا باخد بنتائجه لو نيجاتيف مش لو بوزيتيف. تاني هو في ريسك اوف كونتامينيشن انا ما اتخانقتش معاك. ايهاب دخل بص عليه قال لي ايه يا عم اللي انت حاطه ده مليان سطول ومليان قرف. قلت له هاي يعني في ريسك اوف كونتامينيشن؟ قال لي اه. طب حل العينه طلعت نيجاتيف ايه رايك وهو في ريسك اوف كونتامينيشن وطلع نيجاتيف ده كده ايه؟ مش كده هايل قوي. يبقى انا لو طلع نيجاتيف باخد بيه. طب لو طلع بوزيتيف ما ينفعش في ريسك اوف كونتامينيشن بس على الاقل شالك 50% من الاحتمالات من غير ما تعمل ايه؟ مفيش لان في جزء كبير ممكن يطلع نيجاتيف ونخلص. يبقى انت كده عرفت الاربع طرق الميثودز اوف يورينري كولكشن يا اما استرز يا اما سوبرا بيوبيك يا اما اطلب من الولد يا اما اركب له ادهيسيف بلاستيك باج. الوحيد اللي عليه علامه استفهام هو الادهيسيف بلاستيك باج وده حله ان انا اخد بيه في النتائج الايه؟ النيجاتيف مش البوزيتيف. دول الاثنين تيست اللي انت عارف يورين اناليسيس يورين كلتشر. تعمل بلاد والسي ار بي والاس ار ولا ملوش لازمه؟ اهو اللي اصلا جاي لك سبتسين سي بي سي وسي ار بي واس ار وبلاد كلتشر والكلام ده كله. طب السونار على الكدني يفيدك ولا ما يفيدكش؟ السونار يجيب لك ايه؟ اوبستراكشن ستون ريفلكس اي بلوه من البلاوي دي. وارد في تيست بيعملوه لما بيكون العيان ده ريكارنت يو تي ار. انا هشرحه لك بس واخر حاجه اللي هو التست ده وخلاص. بس هو صعب شويه هو مقرف شويه. احنا هنعمل سونار مفيش مشكله خالص هيقول لك لو في انوماليز لو في سيست لو في اوبستراكشن لو في باد بريشر هي اكس راي لو في حصوه بتبان هتبان. طبعا في حصوات ما بتبانش في الاكس راي. اشهر حصوه ما بتبانش في الاكس راي هي ايه؟ شايف في ناس بتبعت لي مثلا منكم بعد ما بيخلصوا الفتره كده ليه بعت رساله بيقول عندي وجع في الجنب عملت اكس راي طلع كويس. ما اغلب الحصوات ما بتطلعش. اليوريت والاوكساليت ما بيطلعوش في الاكس راي مش راديو اوبيك والراديو لوز دول بيحتاجوا سبايرال سي تي قصص ثانيه خالص وصبر. طيب عشان بس ما نطولش عليكم لو انا عندي واحد عنده ريفلكس احترس بقى من السؤال ده. واحد عنده ريفلكس يعني ايه ريفلكس؟ ارسمها لكم بره هنا عشان يبقى الدنيا واضحه. ده الاثنين يوريت اهو نازل بالكيرف بتاعه الشهير اللي ربنا عامله ودي البلادر. الولد ده عنده ريفلكس يعني ايه ريفلكس؟ يعني اليورين لما بيملى الاوضه دي المحبس ده مفوت فبيروح راجع كده. فلما رجع كده رحنا مسميينه بزايكو يوريتيريك. كلمه فيزايكو يعني كيس فيزيكال ويوريتيريك يعني يورين وريفلكس اهي. فيزايكو يوريتيريك ريفلكس ارتجاع اليورين من المثانه للحاجه. هيسالك ازاي بتشخص ده وايه خطورته؟ طبعا خطورته انه بيعمل باك بريشر تشينجز على الكيدنيز وبيدمر الكيدني خالص. بشخصه ازاي؟ بتست اسمه فويدنج او ميكتيوريتنج. ميكتيوريتنج يعني يورينيشن، فويدنج يعني يورينيشن. سيستو يوريثرو جرام اسمه كده، فويدنج سيستو يوريثرو جرام او ميكتيوريتنج سيستو يوريثرو جرام. احترسوا منه عشان الام اس كيو بيجي اختصار كده فويد سيستو يوريثرو جرام وميكتيوريتنج سيستو يوريثرو جرام. ايه قصته ده؟ ده بيشخص الريفلكس ازاي؟ اقرا الاسم كده كلمه فويدنج او يورينيشن معناها عيني تبول. سيستو يوريثرو يعني ايه؟ سيستو يعني ايه؟ بلادر. ويوريثرو يوريثرا وجرام يعني صبغه او جراف. يعني انا المفروض استخدم صبغه لرؤيه مين ومين؟ السيست واليوريثرا بس. ده اللي حصل. احنا بنعمل ايه؟ بنجيب قسطره عاديه خالص اهي بنروح مدككينها في العيان وبنروح مالين البتاع دي يوروجرافين. البلادر كلها يوروجرافين صبغه عاديه لونها ابيض واحنا حاطين العين على سكرين شايفين وبقول له بعد ما تتملى هو بيحس بيقول لي انا عاوز اعمل ايه؟ حمام لانها اتملت حصل استرتش للوول بالصبغه اللي انت حطيتها فهو عاوز يعمل يورينيشن. بقول له اتفضل اعمل يورينيشن وانا واقف والجهاز بيصوره. المفروض الجهاز لما يصوره يطلع مين ومين بس؟ يطلع البلادر المليانه واليوريثرا اللي هينزل فيها صح ولا لا؟ انا حاقن الصبغه بايدي من تحت فجاه لقيت الاثنين يوريثر ظهروا ووصلوا لحد الكلى. ايه رايك؟
عنده ريفلكس، لان انا حضرتهم تحت عمرهم ما يطلعوا فوق الطبيعي المح، بس اخرك هنا مش هتطلع. طب يعني ايه ظهور يوريتر في عيان انت عامل له صبغه من تحت؟ ان الصمام ما بين البلادر واليوريتر ايه؟ يفوت. يبقى ده عيان عنده فيزايكو يوريتريك ريفلكس. اتفهم خلاص يعني؟ خلاص ده اللي هو التيست الشهير قوي بتاع الفويدنس. ده ممكن ينزله لكم مع التعديل الجديد بتاع الكلينك، لان هم عاوزين ينزلوا صبغات وحاجات مع الابدومن والكلى والحاجات دي، كانوا طافيين الجزء ده خالص، كانوا لاغين البون ولاغين الكدني ولاغين الصبغات، هم عاوزين يعدلوا الامتحان يحطوا حاجات زيادات زي كده. فده ممكن واحد بينهم تلاقي ولد جاي لك بلادر ويوريسترا ويوريتر منهم ضارب لحد فوق، واليوريتر بيبقى كبير وايه؟ وترشص. فانت هتقول له ان ده عباره عن فيزايكو روتيريك مين؟ ريفلكس. ده بيعمل ايه في الكلى فوق؟ انجري. طب لما انا عورك كده تعويره في تعويره بعد ما تهيل تعمل ايه؟ سكار، صح؟ تعرف تشخص الاسكار ده، وده اخر كلمه اقول له اه بايرينال سكان. السكان اللي هو المسح الذري يا دكاتره، مسح ذري عامل زي الثايرويد سكان كده، بس باسمه كده اسمه دمسا. دمسا سكان اختصار، هو مش دمسا، ده مش ماده، هو داي ميركابتو ساكسينيك اسيد. الداي ميركابتو ساكسينيك اسيد او الدمسا سكان ده انت بتدي الصبغه راديو اكتف، اللي هي الصوره اللي عندكم في الصفحه اللي بعدها باقي اهو اللي هي فوق دي. دي صوره الدمسا اللي هي اخر واحده خالص. المفروض الكدني تعمل ايه في اي صبغه بديها؟ تشفطها لو هي شغاله. طب الحته السكارد اللي ما فيهاش بيسموها كولد اريا، كولد اريا اللي هي مش واخده حاجه خالص، يبقى الرينال سكان كان ديتكت رينال سكار، يبقى السكار باي سكان، سكان اسمه ديمس. والرفلكس بجيبه بمين؟ هو والبوستيريور ريسترال فالف، هما الاثنين نفس التشخيص. بمين؟ بالميكتوريتنج او الفويدنج سيستم ريستور جراي. بصوا النهارده بتاع كله، بس النهارده بيبص لي بص كده يقول لي كده اخبارها ايه، اليوريتر ايه، في حصوه ولا لا، في باك بريشر ولا لا، الكلام العبيط ده. طب هي فين اصلا الكود يعني؟ لا هي دي اه، بس انت بتقدري تحسبي ايه بقى؟ كلى صغيره وكلى كبيره، لانه بيديكي مقاس حجم الكدني. طبعا في واحده اعلى من واحده، واحده صغيره، واحده نصها شغال ونصها لا، حتى بيديك فكره عن وظائف الكلى ان هي خدت نص ونص، فالكلى دي تعبانه، الابتيك بتاعها وحش. يعني يقدر يستيميت الكيدني فانكشن بالابتيك، لان انت بتقيس معدل سحبه للصبغه والاكسكريشن بتاعها. في اي مشكله فيه؟ خلاص انتوا لازم تمشوا دلوقتي صح عشان الميعاد اللي بتاعنا. احنا كده كده اللي فاضل بس هم ورقتين هناخدهم، مش مشكله، الصبح في اول المحاضره بتاعتنا عشان الوقت لو انتوا عايزين تتحركوا. الساعه ان شاء الله 2 النهارده هندي بقيه الراديولوجي. احنا خدنا الكارديو، اخدنا السي تي، بس ما خدناش الشيست اكس راي، صح؟ ما شرحناش الشيست اكس راي، النيمونيا والافيوجن والكولابس والحاجات دي. وهندي شويه صور عشان عندنا صور. بقيه الدياجنوستيك هيبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. بكره هندي عينين، هنكمل محاضرات الكارديو. محدش يغيب، محدش يغيب خالص الايام الجايه دي بجد، عشان الدنيا مش لطيفه خالص. خليكم تعبوا، خلصوا على خير. خلي بقى دي معاكي وجيبها لي المحاضرة دي عشان انا همشي قبل المستشفى. ماشي؟